بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله حضرت مولانا سید الشاہ صاحب کی شفاعت کے بیمار بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے شفائے کامل عاجل مستقبل